بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني طلاب الصف الثاني عشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنبدأ في مراجعة عامة وحل اختبارات الأعوام السابقة. سنبدأ بالمطالعة. درس الشباب ووقت الفراغ. تعالوا معا نقرأ الفقرة ثم نجيب على الأسئلة. الفقرة: ترتبط مرحلة أو فترة الشباب بمرحلة المراهقة، وتتميز هذه المرحلة أو الفترة بسمات نفسية وخصائص اجتماعية تتمثل في نزعة أو ميل الشباب نحو التجديد والتغيير والاستقلال والإحساس بالذات، وعملية تنشئة الشاب تمر بثلاث مراحل: هي الأسرة والمدرسة والمجتمع. فالعلاقة بين المراهقين وعائلتهم تتميز بالتعقيد والحساسية الشديدة، ومن ثم تكون الأسرة هي نقطة البدء دائما في تنمية التجارب والاهتمامات التي تشغل فراغ الشباب والمراهقين. بما يحقق التكامل الأسري ويدعم تمسك المراهق بقيم أسرته، وذلك بقضاء وقت الفراغ بطريقة مشتركة بين جميع أفراد عائلته، سواء داخل المنزل أو خارجه. استخرج من النص السابق أو من الفقرة ما يناسب الآتي:
ألف مضاد كلمة التقليد هي نقطة. جمع رقم باء جمع كلمة المراهق هو نقط. جيم معنى كلمة ميل هو نقط. ننتظر الإجابة. تعالوا معا نجيب على الأسئلة. السؤال رقم ألف مضاد كلمة التقليد هو التجديد. التجديد. ب جمع كلمة المراهق هو المراهقين. معنى كلمة ميل هو نزع. ظلل الشكل المقترن بالإجابة الصحيحة من البدائل المعطاة فيما يأتي. المؤثر الأول في تنشئة المراهق هو المجتمع، الأسرة، المدرسة، الأصدقاء أو الرفاق. ب مرحلتان أو فترتان مرتبطتان دائما هما مرحلة الطفولة والكهولة، مرحلة الشباب والمراهقة، مرحلة الطفولة والشباب، مرحلة المراهقة والكهولة. رقم ثلاثة صف علاقة المراهق بعائلته كما ورد في النص السابق. السؤال رقم أربعة بيمر الشاب أثناء عملية التنشئة بمراحل عدة. اذكرها. السؤال رقم خمسة ما الوسيلة أو الطريقة التي يمكن للأسرة أن
تقوي بها تمسك المراهق بالقيم. السؤال السادس، عدد ثلاث سمات نفسية وخصائص اجتماعية لمرحلة أو فترة المراهقة. ننتظر الإجابة. إجابة السؤال الثاني، المؤثر الأول في تنشئة المراهق هو الأسرة. رقم ب، مرحلتان مرتبطتان دائما هما مرحلة الشباب والمراهقة. إجابة السؤال الثالث، علاقة المراهق بعائلته هي علاقة تسودها التعقيد والحساسية. إجابة السؤال الرابع، يمر الشاب أثناء عملية التنشئة بمراحل كثيرة، هي الأسرة والمدرسة والمجتمع. إجابة السؤال الخامس، الوسيلة التي يمكن للأسرة أن تقوي بها تمسك المراهق بالقيم هي تمضية وقت الفراغ بوسيلة أو طريقة مشتركة بين أفراد العائلة في الداخل والخارج، أو الاشتراك في الأندية. إجابة السؤال السادس، السمات النفسية والخصائص الاجتماعية لمرحلة المراهقة: واحد، التجديد، اثنان، التغيير، ثلاثة، الاستقلال. من قصيدة أنشودة المطر، اقرأ الأبيات ثم أجب عن الأسئلة. الأبيات: عيناك غابتا نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح
ينأى عنهما القمر، عيناك حين تبسمان تورق القروم، وترقص الأضواء كالأقمار في نهر، يرجه المجداف وهنا ساعة السحر. سؤال: ظلل الشكل المقترن بالإجابة الصحيحة من البدائل المعطاة. معنى كلمة ينأى هو يقترب، يمشي، يبتعد، يرقد. ب: مضاد كلمة وهنا، وهنا هو حزن، حزن، قوة، فرح، ضعف. الصورة الجمالية في عيناك حين تبسمان هي كناية، جناس، سجع، استعارة. انتظار الإجابة. الإجابة: معنى كلمة ينأى يبتعد، مضاد كلمة وهنا قوة. الصورة الجمالية في عيناك حين تبسمان هي استعارة. السؤال الثاني: إلى ما يشير الشاعر بكلمة عيناك في الأبيات؟ السؤال الثالث: في السطر الرابع صورة جميلة، اذكرها. السؤال الرابع: يعيش الشاعر بين عاطفتي الحزن والفرح، استخرج كلمة تدل على الحزن وكلمة تدل على الفرح. انتظار الإجابة. إجابة السؤال الثاني: كلمة عيناك تشير إلى العراق أو الوطن. إجابة السؤال الثالث: الصورة الجمالية في السطر الرابع هي ترقص
الأضواء استعارة مكنية شبه حركة الأضواء بفتيات يرقصن. إجابة السؤال الرابع: كلمة تدل على الحزن ينأى أو السحر. كلمة تدل على الفرح أو السعادة. كلمة تبسمان